السلام عليكم ورحمة الله. حساس الحرارة أو حساسية الحرارة أو ترموستات الحرارة في السيارة كلها مسميات لجزء حيوي جدا ومهم في منظومة العمل في المحرك، وظيفتها هي إبلاغ السائق، إبلاغ كنترول السيارة، إبلاغ المراوح بدرجة حرارة المحرك اللي هي أكبر عدو للمحرك. حساس الحرارة ده لما بيبوظ بيحصل حالة من الاتنين، اما انهيار كلي للوظيفة بتاعته، ده بيظهر عندك على طول في لوحة العدادات او في المراوح، ان انت تلاقيها شغالة بدون ما تفصل مباشرة او ما بتشتغلش خالص، او بيحصل له خلل جزئي او تلف جزئي. التلف الجزئي ده بيكون ناتج عن استخدام بعض الناس للمية العادية او مية مقطرة، لان هي حتى برضو المية المقطرة مع مرور الوقت بتكون صدى، او بمعنى اصح الناس اللي عندها مشكلة في وجود صدى في دورة المية في العربية. الصدى ده مع مرور الوقت بيتكوم على الحساس ذات نفسه، وبيعمل طبقات فوق طبقات فوق طبقات، حاجة زي تكلسات فوق الحساس ده ذات نفسه، فبيعمل له نوع من أنواع الإرباك. الإرباك ده بيظهر عندك في العربية أو في المحرك في الحالات الآتية: أول أعراض التلف إن أنت بتلاقي إن مؤشر الحرارة عندك اللي أنت متعود إن هو بيجي عند حد معين ويقف عليه، بتلاقيه في بعض الأحيان يخلف معاك، يعني يجي بدل ما هو تحت الشرطة على طول اللي هي في النص أو بتاعت التسعين، بيجي عند الشرطة اللي في النص ويثبت على كده، فأنت تقلق، فتفتح المحرك وتبص تلاقي الأمور عادية، المراوح بتشتغل وبتبطل. حالة تانية وهو إن المؤشر نفسه بيعلق عند مرحلة معينة، ولا ينزل ولا يطلع، بيعلق عندها. حالة تالتة إن هو بيأخر من عمل المراوح بتاعت التبريد على الراديتير. حالة رابعة وهي إن أنت لما تفتح الغطاء بتاع المحرك تلاقي في حرارة جامدة طالعة في وشك من المكنة، لأن عملية التبريد نتيجة تأخير الحساس في إبلاغ المراوح أو في إبلاغ كنترول السيارة بإن الحرارة زادت، بيعمل المشكلة ديت. بيشغل مراوح التبريد مبكر جدا عن ميعادها، فبالتالي المراوح بتبقى شغالة تقريبا بشكل مستمر وما بتفصلش. كل دي أعراض بتكون نتيجة تلف جزئي، أو بمعنى صح نتيجة وجود تكلسات أو طبقات فوق طبقات فوق طبقات من الصدى اتراكمت على الحساس نفسه، فبتعمل له إرباك في القراية، وبالتالي إرباك في تبليغ الإشارة. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تطلعهم وتنظفهم، وانا عن نفسي شخصيا بعملها على الاقل مره كل سنه، لان انا واحد من الناس كان ليا حرب مع الصدى، اكيد ناس كتير عارفاها يعني. فالمهم ان انا بعمل الموضوع ده كل سنه على اساس ان انا اضمن ان القرايه اللي بتيجي قدام مني في لوحه العدادات سليمه، وفي نفس الوقت وقت تشغيل المراوح وفصلها سليم. وابدا شرح على طول بعد الفاصل باذن الله. حساسات الحرارة بصفة عامة بتكون راكبة على إما الجزء العلوي من المحرك، أو إن حساس فيهم راكب على الجزء العلوي من المحرك، والحساس التاني اللي هو مسؤول عن تشغيل المراوح بيكون راكب على الريديتير أو الريديتر ذات نفسه. طيب هنفترض إن أنت ما فكيتوش قبل كده وما تعرفش مكانه، هتشوفه إزاي أو هتعرف مكانه إزاي؟ ببساطة جدا، زي ما أنا قلت النص الأعلى من المحرك بيكون موجود عليه. يعني أنا عندي هنا مثلا في المكان ده، عندك أنت ممكن تلاقيه هنا، ممكن تلاقيه هنا، ممكن تلاقيه هنا. النص الاعلى من المحرك بيكون حساس في الغالب فيشه طرف واحد بس بيكون راكب مباشره. الاول بنجيب عبوه WD-40 ونبخ على الحساس نفسه وخه، ونصبر عليه حوالي 5 دقايق على ما يبدا WD-40 ده يتغلغل وينزل على القلاوظ، علشان ده انت بتفك وبتربط في الامونيا. بعد كده بنوسع على نفسنا كده، نسحب الفيشة الأول، بعد كده لقمة 13، سبك ان انت اول ما هتفك هتلاقي شويه ميه هينزلوا، فضروري تكون مجهز ميه نفس النوع اللي عربيتك بتستخدمه. علشان هتحتاج تزود بيه بعد ما تخلص فك وتركيب. اول واحد انا بالنسبة لي منظفه من فترة، فالجزء ده مازال نظيف، لكن هنا بدأ الجزء ده يكون اثار صدأ اهي طلع على ضفرها.
ده بيعمل ارباك في تبليغ مؤشر العدادات اللي قدامي، طبقات صدى. بعد كده بتجيب قماشة تنشف المية اللي طلعت علشان ما تربطش على مية. وعلى السن هنا ده زيت محرك عادي، بنحط نقطة بسيطة علشان اثار المية، مينفعش تحط دبليو دي 40 وانت بتربط علشان الدبليو دي 40 زيت متغلغل وبيساعد في الفك، بس بنحط ده علشان المية اللي كانت موجودة. لما هتيجي تربط ما تربطش بقوة جامدة، لان انت بتربط في الومنيوم، هي دي بقوة متوسطة في الربط وخلاص. بعد كده بنيجي على الفيشة نفسها اللي راكبة ونضيقها علشان الاحكام، نضغط عليها ضغطة خفيفة. عشان اعرف اقفله مكان مزنوق. علشان تضمن وصول اشعارات ليك بكل الفيديوهات اللي بعملها اول باول، بعد الضغط على كلمة اشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس، فبعض الاحيان بتظهر لك رسالة بتعلم عليها وتدوس حفظ. بعد كده هتنقل للحساس التاني ومكانه هنا. هشيل لك الحاجات دي علشان تبقى شايف احنا شغالين في ايه. ده الحساس مسؤول عن تشغيل المراوح. ده شيل الفيشة الأول ونرش عليه دبليو دي 40 ونصبر 5 دقايق على ما الدبليو دي 40 يتغلغل على الاراوز، وبعد كده نفك. افتح 19 ده بقى طالع مشبع بالصدى، لان انا بقالي فترة منضفتوش. برضو نقطة زيت صغيرة علشان المية. برضه بتربط بقوة متوسطة. بعد كده بتزود المية اللي انت بتستخدمها، وما تقفلش الغطا بعد ما تزود المية. انت هتسيب العربية دايرة حوالي 4 أو 5 دقايق الاول، وبعد كده بعد 4 أو 5 دقايق تقفل الغطا على سن العربية تكون فرغت الهواء اللي موجود داخل الدورة.
واحد هيسالني ايه الميه البيضاء اللي انت بتستخدمها دي، هقول له ده زيت تبريد من اللي بيستخدموه في المخارط، وانا بستخدمه على مسؤوليتي الشخصيه. اللي عايز يقلدني يقلدني، اللي مش عايز براحته.